تفضلي بيه. هات يا رئيس الأجرة. أيوه هات يا عم. يا أخويا يا عمال تقول البنزين غيري، البنزين غيري. هات يا أبويا. يلا يا أبي يا جاي. يلا يا مسكام. يلا يا ممدوح. هات يا أستاذ. ما تقرب يا أنت أهو يا هات يا أستاذ. بيت الباشمهندس كامل. عند النخلتين شارع هناك. على طول كده. من شارع على طول. أوري الباقي. الله مكفيش مكفيش. هو ده مش بيت الباشمهندس كامل عبد العظيم؟ ايوه. يلزم خدمه؟ حضرتك اخته مش كده؟ ايوه. ست عزه؟ ايوه. انت مين؟ انا حسن. حسن عبد الراضي. كنت زميل باشمهندس في ده شرفنا. الله يشرف مقدارك. خير؟ خير طبعا. امال ست وفاء فين؟ وفاء 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 كم معاك كام؟ حضرتك عايزني؟ ما استغناش يا فندم. تقول انك انت تعرف جوزي. اللي عرفته أنا والبشمهندس كامل كنا زملاء في السجن. يا سلام، يعني أحلى أيام قضيناها في السجن أنا والبشمهندس كامل. أهلا سلمى. سلمى مش كده؟ أيوة سلمى. آه ما شاء الله ما شاء الله. البشمهندس كامل ما كانش ليه سيرة غيركم، بس كان قلقان على عددكم لوحديكم كده من غير راجل. أصل أنا والبشمهندس كنا أكثر من الإخوات، كنا يعني اتنين في اتنين كده. كنا بنحلم باليوم بقى اللي نخرج فيه من السجن ونيجي نعيش سوا هنا، يعني نعيش كلنا، يعني نزرع بقى الارض ونخضر ونتصرف
كان عارف ان انا وحداني ومقطوع من شجره و... ايه فتحه على روحه. فتحه يا اختي فتحه. يعني احنا المطلوب مننا ايه دلوقتي؟ انا قلت انا كنت جاي لكم و... يعني ليش حتى وممكن اساعدكم و... لا انا يعني قبل ما انسى احنا ما نقدرش نقعدك معانا ست عزه. انا وجودي معاكم هنا بالعرب ظروفنا ما تسمحش بوجود راجل غريب هنا. عن اذن. يلا يلا الراجل ده غلبان قوي، مش كان ينفعنا في الشغل؟ ايوه بس انا ما استريحتلوش. بس على الاقل يعني كنا قدمنا له كوبايه شاي. ملعون ابوه. انت عايزاها نضايق راجل غريب ورد زبون كمان؟ هذا اللي كان ناقص. الله، مش كان مع بابا؟ ايش جاب لي جاب يا بنت؟ ايش عرفنا ده حرامي ولا قتل قتل؟ وتفتكري يعني هو جاي لنا من اخر الدنيا عشان يسرقنا ولا ينهبنا؟ ده السجن ارحم من هنا يا عزه. يا دي النيلة. ايه في ايه؟ ما انتش شايفة القارب راح فين؟ يا ماما يعني احنا ناقصين؟ مش كنت تربطي كويس؟ بقولك ايه، انا لا اللي مش ناقصاكي، كفاية عليا عمتك. يلا عشان نروح نتصرف في الخيبة دي، ولا انت بس لسان؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ ده جاي دوي الراجل. خلينا في حالنا. صباح الخير يا ست وفاء. انت لسه هنا؟ امشي اروح فين؟ هو في ايه لا مؤاخذة؟ زي ما انت شايف القارب بتاعنا الطيار خده. وهي ميه غلوطة؟ لا مش قوي. مش قوي يعني مش خطر؟ اصل انا في العم مش اللي هو يعني. لا. طب انا هنزل اجيبه. شكرا، خليك مستريح. لا ازاي؟ لا خليك مستريح. توكل على الله. عيب ما تجيش. يتنظف اول باول والدين. انا ممكن اعمل حاجات كتير كان المرحوم قايل عليها، بس انا مش فاهم ست عزه قافله مني ليه كده. اهلا. المايه تلج تلج. احنا متشجعين قوي، ما كانش في داعي تتعب نفسك. لا تعب ولا حاجه، انا نفسي اخدم. وين الحجر؟ هات. عنك انت بس. لا عنك انت. سيان. يلا يا اخويا انت تتراح شويه وتتوكل على الله. ايه ده؟ خد خد. اي بس تعزم ما تجرحنيش. مش القصد يعني. ما تجرحنيش. خلاص على راحتك. طب يلا بقى، مش هنقعد طول النهار هنا.
بس دول؟ انا بينها قليل قوي. هينشف زي ما كل حاجه ما بتنشف هنا. اسم حسن يا حبيبتي. ماما بتقول لك اتفضل عشان تاكل معانا. لا انت حلال، ده انا كنت شويه وحقع من الجوع. صحيح انت كنت مع ابويا؟ انت مش مصدقاني؟ لا اقصد يعني اتكلمت معاه. طبعا اتكلمت في حاجات كتير معاه. طب كنتوا بتتكلموا في ايه؟ ثلاث سنين 365 يوم. شوف بقى ده احنا ما سيبناش حد بس حاجة أنا ما اتكلمنا فيها. باشمهندس كامل وصف لي كل حاجة هنا. البيت والترابيزة دي والدفاية. لا لا بابا. كأني كنت عايش معاك هنا. مش المفروض في مكتبه هنا؟ وقال لي اول ما تخش من اوضه اللي قاعد على ايدك اليمين. المفروض في مكتبه هنا. ايوه كانت مكتبه، بس انا شلت الكتب مع حاجه المرحوم اللي ما بنستعملهاش. الحمد لله. انا جايب كده حاجه يعني مش قد المقام يعني. دي هدية بسيطة. أنا ما كنتش متخيل إنك أنت بقيتي عروسة حلوة كده. الله، ده جميل أوي، متشكرة أوي. من زمان وأنا نفسي بدبة زي دي. خدي بقى، اتفضلي يا مؤاخذة. اتفضلي. ما كانش في داعي كده يا ابني. أيوة ده أنت زي أختي. سأل الله بقى إن الهدايا دي تبقى على ذوقك يعني. آه جميل أوي، متشكرة. الله، انت ازاي عرفت ان ماما بتحب اللون ده؟ اصل الباشمهندس حكى لي عنكم كتير، فتح لي قلبه وفتحت له قلبي، حكينا لبعض على كل حاجه. انا اعرف حاجات عنكم ما تتخيلوهاش، يعني تحبوا ايه؟ تكرهوا ايه؟ طبعك، طبع عمتك، طبع ماما، تفاصيل حياتكم. السمك ده الظهر نار البرد اكتر. عموما ممكن تبات في المخزن اللي بره. ده كرم زايد وحياة رسول يعني. عنك بقى انت، انا مش ضيف وانا لازم اعمل بالأمتي، مش عارف كده يعني. كم معلقة سكر؟ زيادة. معلش، هي الأوضة مكركبة شوية بس يعني لو حد كان طيب. قلت اقلب الارض تاخد شمس وبعدين نديها شويه ميه حلوه تغسل الملوحه اللي فيها نقدر نزرعها. انت بتفهم في الزراعه؟ ما هو الباشمهندس كامل فهمنا على كل حاجه، احنا ياما زرعنا في السجن. ايه ده؟ امال انا هنا بعمل ايه؟ لا لا لا، ايد على ايد تساعد. معلش
حد بيساعدكم ولا ايه؟ كان في ست فلاحة عمتي مشيتها من شهرين، كان ما بتحبش حد غريب يشتغل عندنا. انت بقى اللي بتري الغنم؟ يعني انا يوم، ماما يوم، عمتي يوم، على حسب يعني. لا اللي انا اعرفه بقى ان الغنم عايزة راعي واحد، انت عارفة ليش؟ ها؟ اشمعنى؟ عشان تولف عليه وتخاف منه. اوريكي؟ اوريكي بصي. سبعة وستين انضرب بيتلك غارة راحت عيلته كلها، كنت عيل صغير، ناس من جيراننا أخذوني معاهم لما كانوا بيهجروا أهل السويس، عشت معاهم سنتين، دوقوني فيهم المر رحت طفشان منهم، رحت وشحت والله عشان خاصة على لقمة العيش، حاولت أمشي بمرض الله لكن هو بقى ظروف فيها وقعت في الغلط، والبخت المهبد راح في ناس يطلعوا أولاد حرام. بيشتغلوا في تهريب الممنوعات، شغالين معاهم. اتقبض علينا واتقصيت 10 سنين. في السجن بقى اتعرفت على باشمهندس كامل. عرف حكايتي وعرفت حكايته. فضلنا نفكر ونحلم ليالي طويلة ازاي نخلي المكان ده جنة. جنة كده نعيش فيها كلنا مع بعض. ولا تفتكروا ان امنطجي ولا بلون الكلام ولا بقول أي منظر، لا، أنا صريح ودغري وما بحبش الملاوعة. عيبي شويه ان انا ببقى ساعات كسلان حبتين كده. لا بسيطه. ايه الشاي حلو؟ حلو شاي؟ مظبوط قوي. مع الصعيدي راح يقعد على القهوه على الشاي. اتنين صعيدي قاعدين في القهوه فجاه قعدتهم جنب مرايه. فرحوا طالبين اربعه شاي. على واحد راجل اتجوز خلف طفل. ما اكونش في النقط، اقول لكم فزوره. ايه الفرق بين واحد بيرمي نفسه من عاشر دور وواحد بيرمي نفسه من الدور الاول؟ خليب حماركو اللي بيرمي نفسه من عاشر دور يقول لك ايه؟ بوم. اللي بيرمي نفسه من دور واحد يقول لك ايه؟ بوم. لا حلو حلو. أنا بس بحب أفتح شوية كده. الله يرحمه الباشمهندس كامل كان يقول للراجل لازم يبقى يضحك كده في البيت علشان الست تحس بالأمان. صحيح الكلام ده من دماغك؟ يا دوبك ننام علشان عندنا شغل بدري الصبح، مش كده ولا إيه؟ آه عندك حق. تصبح على خير، تصبح على خير. تصبح على خير. أنت منين؟ خرابة جميلة قوي. هو مهجور اي نعم، بس والله جميلة. لو كنت عشت فيه ما كنتش قلت كده. انت بتحبيش المكان ده؟ انا خلاص ناوي امشي من هنا اول ما الاقي بيع نصيبي ونصيب سلمى في الارض. ليه؟ لان ما فيهوش حاجة، والوحدة ممكن تخلي البني ادم يتجنن. هتقولي ليه؟ وانا مجرب. هو حقيقي الباشمهندس دخل السجن ظلم؟ ايوه. يعني في ناس لفوا له تهمه الاختلاس دي؟ ايوه. مين ولاد الكلب دول؟ اهلي. اسف ما تاخذنيش، لكن ليه؟
كنت مخطوبه لابن عمي وما كنتش بحبه، ولما كان يتقدم لي اهلي رفضوه، هربت معاه واتجوزنا. طبعا الحركه دي لما اقصدها تلاقيها جننت اهلك بالظبط كده، وبداوا يحاربوا كامل بكل الطرق علشان يسيبني. قررنا نسيب القرف ده كله ونيجي نعيش هنا في ارض عيلته. ما سابوناش، لفقوا له تهمه اختلاس وساوموني، يا يطلقني يا يتسجن. فضل السجن على انه يبيعني انا وسلمى. تلاقيكوا قضيتوا سنين صعبه لوحديكم انت وعزه وسلمى. عزه اتهمتني وقالت اني السبب في اللي حصل لكامل، وده اللي هز البنت قوي، لان احنا الثلاثه مش طايقين بعض، مع ان وشنا في وش بعض طول الوقت. تعبنا قوي وبقينا فاضيين من جوه، يمكن ما بقاش عندنا اي عواطف او احاسيس، يمكن المكان ده هو السبب. الايام كلها بقت زي بعض، الليل زي النهار والنهار زي الليل، واحنا الثلاثه والبحيره والخلا وصوت الريح من حوالينا. هدي الشوال ده وتعالى ورايا، وانتي وفاء لما تخلصي تحصلين. بالاذن. كام يوم بنتحي في الارض من طلعت الشمس للمغرب، وفي حاجه ما منهاش فايده. ما منهاش فايده ازاي؟ زي ما بقول لك كده، ياما حاولنا، ياما جبنا ناس تشتغل وصرفنا قد كده، وكل ما نصلح حته ارض البحيره تهلى وتغرقها، بس هي عنيده بتعند مع نفسها. عندي ايه؟ ما كان على يدك، بيطلبوا قد كده وما بيعملوش حاجه، وكل ساعه شاي واكل وشاي وطفح، مصاريف على الفاضي. كده يا بطل افراح مالهمش لازمه. طيب ذنبها ايه سلمى ولا انا؟ كان عندنا فرصة نبيع الأرض والبيت. فرصة؟ أبيع بتراب الفلوس عشان يقلبوها لي مشروع سياحي؟ يقلبوها يعدلوها يعملوا اللي هم عايزين يعملوه، إحنا مالنا؟ المهم إننا نعيش على وش الدنيا زي بقية الناس. أنا ما بيعش أرضي وأرض عيلتي، وأخويا الله يرحمه ما كانش ناوي يفرط في شبر واحد من الأرض دي، وده اللي أنا لازم أعمله، والنتيجة دافنين نفسنا بالحياة في حتة مقطوعة. شايف إن شوية مجهود وعرق الأرض اللي مش عاجباكي دي بكرة تتفرج عليها. بس المهم ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض يعني. صح، بابا الله يرحمه كان بيقول ان البني ادم لازم يكافح علشان يعيش. اخبار المدرسه ايه بقى؟ مش ولا بد. مش ولا بد ليه بقى؟ ده انا ازعل منك. بابا الله يرحمه كان نفسه تطلع دكتوره. عارفه صراحه محبش المدرسه. محبش المدرسه؟ ليه مركزتش هناك صاحبك؟ لا انا كنت مبسوطه. كان ليا اصحاب كتير، لحد ما في يوم بنت سلسله هدها بعد منى. لا تتهموني ان انا اللي خطاها. حاولت افهمهم ان انا مش ممكن اعمل حاجه زي كده. محدش صدق. قالوا ان ابويا حرام ودخل السجن، فمش ممكن يكون حد تاني غيري.
مبقتش عارفه ادافع عن نفسي ولا ادافع عن ابويا. حتى لما عرفوا مني اللي واخده السلسله واعتذروا لي، فضلت شايفه في عينيهم ان رايهم فيا ما تغيرش. حسيت بوحده فظيعه، حسيت اني بتخنق، اعصابي تعبت. دخلت مستشفى، اول ما خرجت جيت هنا على طول. انا مش عايزه اروح هناك تاني، انا عشت هنا، انا بحب هنا. صح هنا مفيش غير الغنم والمعيز والجبل والبحيره، بس الحاجات دي هي اللي بعرف اتفاهم معاها وبحس بيها. هي كمان بتهيألي بتحس بيا وتفهمني اكتر من الناس. تعرف اول واحد اتكلم معاه كتير كده بعد بابا. سلمى سلمى الله، شعرك حلو قوي، ليه مستمرار مخبيه كده؟ ها؟ خد بداية البندقية عشان ما تخسرش من الركنة. وانت بتعرفي تضربي بيها بقى؟ يعني بس سلمى بقى هي اللي شاطرة في الحكاية دي. سلمى؟ سلمى دي رقيقة أوي. صحيح، هي طبيعتها مش كده، بس كامل كان نفسه في ولد وما كانش بيخفي المسألة دي أبدا. البنت من حبها في أبوها كانت بتحاول طول الوقت تتصرف زي الصبيان، وده اللي أثر عليها. متكلمش، استريح شوي. اه لازم يتعمل له كمادات ميه ساقعه كل شوي. طيب استريح وانت وانا هبدا معايا. شوية مية ساقعة. عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله، انا كنت حاطة ايدي على قلبي، بس الحمد لله دلوقتي بقى كويس. الحمد لله. بركة فيك يا عمتي، لو لعينك لحقتيه يا عيني كان ممكن يروح فيها. طيب روحي انت بقى تسيحي، ها؟ وانا هقعد معاه شوية. روحي. ايه
هتفضلي واقفه هنا؟ يلا شوفي شغلك واقفلي الباب. خليك انت جوه خلصي الحاجات، عايزين نخلص بقى طول النهار في المطبخ. الاكل شهادة ليه؟ دي عمته بتقول لازم تتغذى وتاكل بصل كتير. اللبن ده بس مش عايز شوية اللبن بس عشان خاطري. تعرفي ان احنا الاتنين زي بعض، انت قضيتي مدة طويلة من غير راجل، وانا طول مدة السجن كنت من غير ست، كنت حطاق. اكيد هو سجن ليه؟ الراجل محتاج لست زي ما الست محتاجة للراجل. ايوه بس المسائل دي ما بتشغلش تفكير الستات قد ما بتشغل تفكيركم انتوا. الحقيقة يا رجالة انتوا حاجة غريبة. غريبة ليك يا طل الشر؟ أنا بستغرب إزاي الراجل يتلهف على أي واحدة ست من غير ما يكون في بينهم حاجة. حاجة إيه؟ مزاج قريب مثلا، تفكير مشترك، علاقة قوية. المسألة دي بالنسبة لكم يا رجالة فيها شيء حيواني جدا. حيواني إزاي يعني؟ أي ست عندكم زي التانية. بصراحة مش كلهم. كفاية. وفاء، من ساعة ما جيت وأنا عمال أقرب منك كنت بتبعد عني. ياما حلمت بيكي وأنا في السجن. اتحكالي عنك كتير. كنت بتخيل نفسي معاك في زنزانة لوحدينا. بحبك يا وفاء، بحبك حتى من قبل ما اشوفك. المسألة تخصك ما تخصنيش. مش صحيح. أنا حاسس بيكي. زي ما أنت محتاجة لي أنا محتاج لك. أنا هعمل لك شاي، أنا هعمل شاي لحسن، هتدي لي مزاج؟ أنا
تعال كلها يومين وتبقى زي الفل. تعالى معايا شيل منك شويه هوا هناك. طب ما تيجي تشرب معانا بره شاي يمكن تبقى احسن. لا اشربوا انتوا. طيب بس يا سيدي كان كل يوم خناقه وعصبيه ومرات كان بيمد ايده عليا عشان يعوض النقص اللي حاسس بيه. ما كانش ممكن استمر معاه اكتر من كده. طلبت الطلاق. كل الناس اعتبروني مجرمة إلا كامل. هو الوحيد اللي وقف جنبي. عمري ما حسيت بالحنان اللي معاه. هو أبويا وأخويا وحبيبي. كنت أتمنى أتجوز راجل زيه. أنا دوشتك حقيقي. أنا حاسة إنك أنت بقيت أكتر من أخ. ثلاثة شاي كهرمان آخر زاب زيادة أهو. شوفي يا حبيبي. انت على شيء Thank you.
انت ما تعرفهاش. مرات اخويا دي كل معجب بيها. احس ان انا ولا حاجه جنبها. تعرف توصل ازاي للي هي عايزاه. عرفت تلف دماغ اخويا وتخليه يتجوزها. بعديها حياته اتدربكت. ساب شغله وورط نفسه. ودخل السجن عشان يلبي لها طلباتها اللي ما بتنتهيش. دلوقتي الهانم عايزه تنزل مصر وتبيع الارض وتعيش حياتها. انت ما بتفكريش تتجوزي تاني؟ انا ما بفكرش خلاص في حاجة. حاسه ان انا بقيت واحده تانيه. حاسه ان انا اتغيرت ونسيت نفسي. اتوحشت. اتوحشت ليه؟ بالعكس ده انت زي القمر. واضح ان الشمس ضربت من فوق حبتي. مش دي هدوم بابا؟ بنشوف حاجة لحسن بدل الهدوم اللي اتقطعت. هتديني هدوم بابا؟ الهدوم دي كانت هتاكلها العدة. على الأقل هتستفيد بيها. خد شوفي كده. ممكن آخدها؟ طبعا حبيبتي. وديها. كويس. كويس ده في طول الوسط بس يضايق شويه لان حسن ارفع واطول. مش عارف اقول لكم ايه. ما تقولش لف. يعني تشتغل وانا ما عملتش اي حاجه ربنا يقدرنا. ايه؟ سوري. سوري. ناويني كرافات يا وفاء. بس انا عمري ما لبست كرافات. مش مهم. اديني وشك عشان يبقى شكلك محترم. ايه رايك؟ ايه رايك؟ صباح النور. صح بدري. نسيتك كحي. انا كنت جعان نوم. الحكايه دي ما حصلتليش بقى لمده. ويظهر كمان انك اتعودت على الراحه. صباح الخير. خير. يلا بقى غير هدومك علشان ننزل السوق. عايزين نشتري شويه حاجات. انا كمان هنزل معاك. طب والشغل اللي في ايدك؟ الشغل عمره ما بيخلص. يعني تسيب سلمى بقى لوحدها؟ طب انزل انا كمان معاكم. والله فكرة. كلنا بقى نسيب الشغل والغنم وكل حاجة. ما احنا خلاص اخذنا على الدلع. والله أول مرة تقولي حاجة صح. ها؟ إيه رأيكم؟ تجنن. إيه بقى الوجاهة دي؟ البركة فينا. أنا اللي طولتهم لك وضيقتهم لك. يلا يا حسن. احنا مش هنتأخر. راجعين على طول. عزة سلمى يلا بنتي وجع القلب. لا على بالك دوبا زق. لا طب مسؤول. كتر خيرك يا عم عادل. لا الباقي 15 جنيه 35 قرش. ليه بقى؟ مش 4 صابون؟ ايوه. 7 زيت؟ ايوه. واخد 13 حته جلد و40 بيضه؟ ايوه. لا مؤاخذه. لا مؤاخذه. زيتك معاك. عنك عنك يا حاج. يلا. مع السلامه حسره البركه. الله يبارك فيك. الجورنال والنبي يا عم عادل.
زرتها اول امبارح يا ست وفاء. ازاي بعد هذا؟ بس الجرايد بتيجي هنا يوم و10 لا. ما تخلي ست وفاء. كتر خيرك كتر خيرك. لا ما تخافيش انا سواق بريمو ما تخافيش يلا كمل. اقول يا جماعه كده رجعنا عينك في وسط النجا. تعالى انت تبقى شايفه كده يا جماعه ده شغال عندهم يا عالم ده يا ريت الواحد يستنى لنا شغلانه يشتغلها زي كده. طبر ايه الشطاره دي كلها؟ متشكر. لا انت لازم تعلميني بقى لما يبقى عندك وقت. الجميل مكشر ليه؟ مفيش. لا في انا عارف عارفه هو انا على بالك خالص. الله 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 ايه الكلام ده؟ ده انت ست الكل. ايوه زعلانه منك. زعلانه مني؟ مع اني انا مش عارف انت زعلانه مني ليه لكن حقك عليا. اخر كلام؟ اخر كلام. طب ماشي سامح. تعالى. انا فين؟ دي شنطة الأسرار بتاعتي. أعتنى محدش شافها قبل كده ولا حتى ماما. كويس أوي. الله 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 إيه ده؟ حاجات دي حاجات ماما؟ لا حاجاتي. دي حاجاتك؟ آه. طب ما بتستعملهاش ليه؟ بستعملها بس في السر انا لوحدي عشان بابا ما كانش بيحب ان انا احط مكياج وانا ما بحبش ازعله. احسن شكلك كده احسن مش متمرن. وده كمان عمر الشريف. الى حبيبتي سلمى عمر الشريف. ده عمر الشريف اللي بعتلك؟ عمر اللي بعتلك الصوره ده؟ انا اللي كتبتها لنفسي. سلمى بعت لك صورتي وما ردتيش عليا. قعدت منتظرك 3 ساعات امبارح على القطر وما جيتيش. اول ما هتخرج هعمل اللي انت عايزاه. بحبك. ايه كل الشراب دي؟ عبد الحليم؟ اه اسمي بحبه قوي بموت فيه. انا ما حبيتش قبل كده بس عرفت يعني ايه حب من كلام اغانيه. خد الكاسيت ليكم عشان بقى تسمعه تبقى تفتكرني. تجربة السجن دي شرخت كامل من جوه. لما كنت بزوره الفترة الأخيرة كان وقت الزيارة يمر من غير ولا كلمة. كأن ما بقاش في كلام يتقال. لما رحت له في آخر زيارة وعرفت إنه مات
صدمت صدمة كبيرة قوي شلت كل تفكيري. فضلت مدة مش عارفة أعمل إيه غير إني أقعد تحت الشجر والماء يسترعى حواليا. تقعد بحلقي مقلي. عارف المايز لها عيون فيها حزن غريب. بعد فترة حسيت إني ما بقاش في حاجة تهمني كتير، لا كامل ولا البيت ولا الأرض ولا حتى سلمى. ولقيت عندي رغبة غريبة، حسيت إني عايزة مقمق زي المايز. ما تضحكش، الأفكار المجنونة ممكن تيجي لأي حد حاسس بوحدة، وحدة حقيقية. أنت فاهمني؟ طبعا فاهمك. أنا مش عارفة بقولك الكلام ده كله ليه. حاجة هبلة والسلام. بحبك. يلا يا جماعة. يلا أنا جاية أهو. يلا جميل. يلا حبيبتي خدي. حلوة وملعوبة. هاتي بشرة بقى. عالي بشرة. بنت لو عملتيها مش هلعب معاكوا تاني. طب أنا يلا يلا بشرة. ماشي. شيلي بعينك. بصر يا وانت جاية رابعة تسعة نزلت خلاص يا ماما. وريها لي وريها لي. اهي قومي اهي. انت بنت فرطوط بقى. انا مش هلعب معاكم. واحد الكبس ده منحبس. عشان مش وقتها وبرا. بقول ايه؟ مش نطلع ننام بقى كده كلنا؟ ولا مش جاي له نوم؟ ننام برضه عشان ورانا شغل الصبح بدري.
مش ده كلامك انت يا عزه؟ يلا يا بنت مش بس لمونتها سخنه كده بتدفى تصبح الصبح زي الفل. ما هبش اللمونتها الصبح. تعالي يا ماما عشان تستريحي في سريرك. يلا انا اقعد معاك شويه. يلا يا سلمى بلاش دلع. قومي قومي. خليكي جنبي يا ماما ما تسيبينيش. انا جنب كابتن. طم 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 على قد الشموع اللي في عيوني يا جميل. سلم سلم لنا عيوني عليك سالوني وهي Thank you.
بتعمله ده؟ ده شكله يقطع الخميره من البيت. شكلنا الله يكرمك. شكلي صحيح مالوش سوى لكن اختصاصي في الهوا. ماما سابت لي في البلد ابيض كتير ملهاش عدد، كان عندها 12 ولد ما فضلش منهم الا انا. والعزبه دي بشبرا اليمن وهبيعها بكره مقدما وهشتربها مؤقتا لابن خطوبه حبنا. بس ارحمني بس افهمني، ما ضيعش مستقبلي. كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه، لكن خيال حبيبي مجهول. حبيبي مش لاقيه فيه حاجه منه، من ناحيه قلبي ونار قلبي، واتحبي بموت واتحبي بموت. وحبيبي لو غاب يوم عني الاقيها بصوت، بلدي ومدبحهم فتحوا بلدك بالفول والطعميه. اربع عمارات اربع عمارات نادرين عليا، لو قلت ايوه نايمي مش عارف ايه بتاع شمعه وفرش رموشي وغيري عليها والشمعه ولا والشمعه. كلام جميل ويا مخلص ما اقدرش اقول حاجه عنه، لكن خيال حبيبي مجهول. حبيبي مش لاقيه فيك حاجه منه. سيبك منهم، ده مفيش غيري. ترم قيمه ومركز ووظيفه ميري. ترم مربوطه على الدرجه السبعه والناس درجات، ومرشح اخد التاسعة غير العيلة. وات ما اعرفش لا كده ولا كده، ولا ليه اصحاب ولا ليه اصحاب اصحاب، ولا ليه لا دعوة ولا بدا ولا بدا، ولا ليه احباب ولا ليه احباب احباب. يعني المهية من الصرف مع العلاوة على الانصاف، هيكونوا ملك ايديك النظاف. وان شاء الله اكل انا عيش، اكل انا عيش. ح ح ح ونسيكم من اخر لبنان مهرور الهلال روح يا هلال الهلال هلال هلال. حتكون ليلة ولا المجنون ولا المجنون، حتكون ليلة ولا المجنون، حتكون ليلة ولا دي راجعة تاكل صوابعك وراها. تسلمي ليكي. سلمى تعالي يا حبيبتي، دخلي دول في المطبخ. حاضر. سيبيهم كويس. هاتي لكم نملية. حاضر. طماطم في التلاجة أحسن تخسر. حاضر. بحبك. تسلم ايديكي. محدش ليه مزاج يشاركني؟ بالهنا والشفا تبقى هناك. ابو علي اعمل لك شاي تاني؟ شاي ايه؟ احنا لازم ننزل السوق. ما كنت في السوق اول امبارح، نسينا نجيب العلف المره اللي فاتت. يلا يا حسن. طب ما انزل انا المره دي مع حسن يا ماما. لا لا. ليه بقى؟ عايز تنزلي عشان تسوقي مش كده؟ طب خلاص انزل من غير سواقه. والنبي يا ماما والنبي والنبي. يلا حسن. يلا يا حسن. باي. لو فيها رزاله زق. يلا ماما. يلا يا سحر. ايوه يلا. ماله ده كامل.
وفاء، انت كنت طلبتي مني اني اشتري نصيبك في الارض انت وسلمى. ايوه، انت قلتي لي ما تسواش غير 5000. هي فعلا ما تسواش، بس انا مستعد اخليهم لك سته. الفدان هنا لما يضربوا الدم ما يجيبش اكتر من 1000 او 1200 جنيه وبس. الله الله الله، سبق انك انت رفضتي تبيعي بسعر احسن من كده بكتير. انا ما بيعش ارض اخويا ولا ارضي لحد غريب. اطمني، انا كمان مش هبيع لا للغريب ولا للقريب. شايفه انك اتغيرتي للاحسن ولا للاوحش؟ لا للاحسن كتير. مش شايفه انك انت مهتمه بشكلك وبهدومك؟ وده يزعلك في ايه؟ ما يزعلنيش، بس انت شايفه ان ده صح؟ خليكي في حالك احسن يا عزه، مش انت اللي هتعلميني الصح من الغلط. طيب سوق على مهلك، سوق بكره الدنيا تروق. لا لا لا، سوق على مهلك، سوق بكره الدنيا تروق. لا لا لا، سوق سوق على مهلك، سوق ترارا 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 ترارا. يلا بقى ايه؟ ايوه يعني خلينا سوق. تسوق انا عارف. انت عايزه ماما تذبحني ولا ايه؟ نعم. يعني بتخاف من ماما؟ بصراحه اه. طب خلاص بقى، مش مكلمك. لا 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 لا، خليك انت. انا على زعلك. يلا. ازاي بقى؟ يا لذيذ. بس بقى ايه؟ جيبي سيره لماما. ها؟ لا. يلا. ايه؟ يلا اوبا. استنى 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 استنى. اركب. ايوه. يلا سيب. حاسب. راح بقى واحدة واحدة كده. يلا هات الأولاني. أهو. اطلعي. ثانية. يلا. ها بالراحة 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 بالراحة. أيوة أيوة. لا 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 لا، شفتي؟ بالراحة. أيوة اطلعي بقى. اطلعي. صغير من بعد الفجر غريب وسطيكم. قال النجا زعلانين على الكلام ده. ده قريب، ده قريب بابا. ألمى في ايه؟ لا مفيش. نزوك عايزين ايه؟ مش عايزين. يلا دلع يا حسن. ما وحشتك؟ وحشتيني طبعا. هو مالك بتقولها زي السن كده ليه؟ جاية. تسلم ايديكي. اتفضل. ما جبتيش كبريت؟ مش لاقيه جوه، دورت عليه. انا هجيبه لك يا حسن. مش تقوم تشتغل معانا؟ تعبان يا وفاء. تعبان من ايه؟ انت بقالك مدة ما بتعملش حاجة. يا وفاء بقولك تعبان. الأكل حامي على قلبك. الأكل برضه اللي حامي على قلبك؟ قصدك ايه؟ أنت فاهم قصدي كويس. هي لازقالك كده ليه؟ ها؟ الكبريت الله، ما هو ظهر الكبريت أهو، أمال مدوخيني جوه عليه ليه؟ مخبيه كان في جيبه. اتفضل. عزة يلا نخلص الشغل اللي كان ورانا احسن الشمس قربت تنزل. يلا
مين؟ برضه اللي ما كانش عاجبهم اننا عايشين لوحدنا، خليهم بقى يقولوا اللي يقولوا. انت ما يهمكيش الناس دي. طب انا كمان ما يهمكيش. قصدك ايه؟ لما تلاقيني متضايقه من حاجه بيتهيالي يهمك. طبعا يا حبيبتي. ماما انا مش قادره استحمل القرف اللي احنا فيه ده. قرف ايه يا سلمى؟ وطي صوتك شويه، عمتك تصحى. عمتي؟ عمتي عند البيل بره. حسن يا خولي لينا بغير يا حسن، يا بغير يا حسن. ولما بغير ما بعرفش اتلم على كتير يا حسن. وفاء انا ما كانش جاي لي نوم، وحسن كان صاحي، قعدنا نتكلم شويه. مش غلط، انا اصلا اسمعيني وفاء، انا بحبك، بحبك وعايز اتجوزك. سلمى انا عمال ادور عليكي. كويس انك انت لوحدك. اول هام انا زعلان انك انت حزينه كده، ولو في حاجه مضايقاكي انا هصلح كل حاجه. رد عليا يا سلمى. مش عايزه حاجه من حد، سيبوني في حالي.
حنا مش حلو كده. احنا لازم نتكلم مع بعض. لازم نتفاهم. انتم مش شايفين حالة الأرض بقت عاملة ازاي؟ المجهود اللي بنعمله كله هروح حاضر كده. هتكلم روحي ولا ايه؟ ايه ما تتكلموا؟ هنفضل عايشين في الغم ده؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب. يا اخواننا مش مهم نبقى متفقين ولا مختلفين، المهم ان احنا نتكلم وشويه شويه كل حاجه هتتصلح. كل شيء هيبقى كويس وهنستريح لما نرجع نحب بعض احنا الاربعه زي الاول. عشان نحقق حلمنا والا نبقى اغبياء وضيعناه. كل حاجة واخدها لنفسك. فضلتي تلعبي على اخويا لحد ما اتجوزتيه، ودلوقتي بتلعبي على حسن. ده معنى ايه؟ قلت لك هو اللي طلب الجواز يا عزة. مش ده المهم. امال ايه؟ فانا محتاجة لحسن اكتر منك. مش عندك بنتك. انسان حسن عبد الحنان بعد كده. ده ماشي واخد شنطته وماشي. مش عارف ان انت اللي تسببت في كل ده. انا مش هبرر اي حاجه. احنا خلاص انتهينا. انتهينا؟ انت مش قلت لي ان كل اللي تتمناه انك تشوفني سعيده وانك هتفضل جنبي على طول؟ ايوه، ومفيش حاجه تانيه تهمني غير كده. انا حياتي من غيرك ولا حاجه. طب ليه تمشي من هنا؟ ليه تسيبني؟ انت مش عارف المسألة دي هتقلمني قد ايه؟ انت فاكرة ان انا مش هتقلم اكتر منك؟ بس اللي حصل ده ممكن يحصل اسوأ منه. طب ما هو ممكن كل حاجة تتصلح زي ما انت قلت. بس ارجوك يا حسن ما تعملش فيا كده. انت ما تتصورش اما تخيل انك هتبعد عني انا بترعب. المدرسة. تسافري؟
المدرسة فات عليها 4 أشهر، تروحي تعملي ايه دلوقتي؟ خلاص اتش قادر، لازم امشي من هنا. أكيد هتبقي مستريحة مع زمايلك. رايحة فين؟ هحضر لك الشنطة، هحضر لك بقية الحاجات عشان تقدري تسافري. خلاص ثانية، عايزة أتكلم معاكي. حاجات لازم أقولها لك قبل ما أسافر. خير؟ قولي. ماما، في الأيام الأخيرة زي ما أنت شايفة، تقريبا ما اتكلمناش مع بعض. جايز ما جاتش فرصة، عشان كده يمكن ما فتحناش موضوع. جايز يكون يعني عايزة أقول إن في حاجات كتير أوي كانت بتضايقني، بتنرفز، كنت بتعذب. ماما خلاص أنت فهمتي. وجود حسن هنا بيضايقك مش كده؟ أيوه. بس حبيبتي وجود راجل معانا هنا مهم أوي، لأن إحنا كستات في حاجات كتير ما نقدرش احنا نعملها، محتاجه القوة. بس حسن بقى ما بيشتغلش، ما بيعملش حاجه بالفرد، ده احنا اللي بنخدمه. اعصابك تعبانه يا حبيبتي. ماما انا بقالي كام يوم وانا اعصابي بتتحطم. وايه اللي يحطم اعصابك؟ انت كنت دايما بالنسبه لي اعظم شيء في الدنيا. ما تخلينيش اتوجع اكتر من كده. ماما انا عارفه ان هو سبب كل ده. خليتنا زي الحقيقة. أنا سمعت صوت وصوتك. أنت فاكرة إن أنا مش فاهمة؟ أنا بسمعك وبعد قلب أسكن بقالي 3 شهور. بقيت ما تقدرش تقولي له لأ. أيوة ما أقدرش أقول لأ. ما أقدرش أرفض له أي طلب. الحقيقة أنا اللي عايزة كده. أنا اللي عايزاه. ليه ما قسيت من الوحدة وحسيت بالفشل؟ ما كانش عندي أي أمل حاجة كويسة ممكن تحصل في حياتي. اللي بيجي ما أقدرش أعيش من غيره. إحنا خلاص هنتجوز. طب وعزة؟ مالها عزة؟ مالها؟ انت عارفه مالها؟ عارفه كل حاجه وساكته. عامله نفسك مش شايفه، سايبه الراجل ده يجرجرك وراه زي البهايم. لو ترجع عليا انا متهيألي مش هتمرق برضه. عشان مش عايزه اضحك عليكي. انت ضحكت على الكل. فلما عرضت عليها جواز كنت بتعمل علاقه معايا ليه؟ كلب مش عايزني؟ يا كلب يا وحش ده كله عشان الارض. عزيزة انا اسف اني مديت ايدي عليكي. انت السبب. ان شاء الله لما تسافري كل حاجه. مش هسافر مش هسافر. بحبه بحبه.
عشان ايه يحصل ده كله؟ مش فاهم؟ مش فاهم يعني ايه انسان ممكن يتجرح في احساسه؟ في كرامته؟ كرامة؟ نكره بعض ونخسر كل حاجة وتقولي لي كرامة؟ احنا ما عادش بيننا بعض المسائل دي. انت حطمتنا. انا؟ انت عايزة تقولي ان انا سبب؟ لا بقى، لا مؤاخذة بقى. لا مؤاخذة بقى، كلنا كده؟ كلنا كنا متفقين. متفقين على ايه؟ ايوه متفقين. متفقين لا مؤاخذة كده من غير ما نقول. انتوا كنتوا محتاجين تحسوا ان في راجل بيحميكم وتسمعوا كلامه وتمشوا وراه، وانا كنت محتاج احس ان انا راجل بحمي بيتي. بيتك؟ بيتنا كلنا. ازاي دلوقتي؟ وانا اللي بيحصل ده كابوس. كابوس لازم نصحى منه من فوق. لازم نرجع تاني زي الاول قلبنا على بعض. كل واحد فينا يخاف على التانيين وهم يخافوا عليه. حد سأل نفسه ازاي سلمى تفكر في حاجه فظيعه زي دي؟ لازم نعرف ايه اللي مضايق سلمى هنا ونصلحه. وانتي مش كنتي تحت؟ لا انا كنت فاكره انك انتي اللي تحت. البيت فين؟ بنتي سلمى. سلمى ولا جبان؟ مش موجودة في أوضتها. أنا خايفة تكون هربت ولا عملت في نفسها حاجة. يا رب منين تعمل في نفسها حاجة دي يعني؟ ها؟ عشان بتحبك. البنت بتحبك. تحبني؟ أنت نازل مهر. سلمى. اطلعتوا من ناحيتي وانا هشوف من ناحيتي. يا سلمى! سلمى!
ارمع. اتجننتي؟ سلمى الله، ايه الحلاوه دي؟ ها؟ ايه الجمال ده؟ تعالي تعالي، انت عارفه اني جميله قوي؟ معقوله يا سلمى؟ معقوله واحده فرقتك وكرامتك وشبابك تعمل كده؟ لا لا لا، انا زعلان منك. انا حاسس بيك يا سلمى، حاسس بيك، وانا عارف ان في حاجات كتير عايزه تقولها لي. تعالي سلمى، تعالي يا سلمى. عزه وفاء، سلمى هلا. بتعملي ايه؟ سيبي يا مجنونه، سيبي سيبي بتاعت ابويا. ما تلمسهاش. لو ليا خاطر عندك خدي ماما وامشي من هنا. انت ممكن تعيشي في وسط الناس وانت رافعه راسك، مش لانك ما غلطتيش، لا لانك مش هتغلطي تاني. لسه الحياه والمستقبل قدامك. عزيزه. ايوه يا فندم، خلي بالك من نفسك. بينا تاني ابدا يا حسن. حسن. Oh,